انا ما اعرفش، ويمكن دي اسئله هوجهها الحقيقه لضيوفي يمكن خلال المكالمه اللي جايه. هل انهار القطاع الصحي بكامله داخل قطاع غزه فلسطين؟ هل القطاع اصبح مهدد بانتشار الاوبئه والامراض؟ يعني يمكن دول السؤالين الاولين لو صح التعبير. خليني اخد معايا على التليفون دكتور فتحي ابو ورده، مستشار وزير الصحه الفلسطيني لقطاع غزه. اهلا بك دكتور فتحي. مساء الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام. مساء النور دكتور فتحي. يعني أنا مهتم جدا أن أنا أعرف منك صورة حقيقية واقعية كاملة عن القطاع الصحي في القطاع. هل القطاع الصحي في غزة انهار أو هو قيد الانهيار أو على وشك الانهيار بين عشية وضحاها؟ أخي، القطاع الصحي منذ أكثر من أسبوعين انهار انهيار كاملا، ولكن نحن في قطاع غزة يعني لدينا مستشفيات يعني قليلة بالنسبة للدول الكبرى، فنحن نستطيع مع انهيار النظام الصحي أن نستقبل الجرحى والمرضى. لكن سبب الانهيار له أسباب. أول حاجة من أسباب الانهيار أنه المستشفيات أصبحت ممتلئة بالجرحى، ومش بس يعني ممتلئة، ضعف عددها. يعني نسبة أشغال الأسرة في مستشفيات قطاع غزة 122%. إحنا كل الموجود في قطاع غزة من سراير للمرضى 1818 سرير، موجود عليهم 2282 جريح ومريض. يعني نسبة كبيرة جدا، يعني المرضى نايمين في الحضرات، نايمين في الاستقبال والطوارئ، نايمين في الحدائق، في ساحات المستشفى، ساحات المستشفى. يعني احنا عندنا مستشفى على سبيل المثال اكبر مستشفى في قطاع غزه وفي فلسطين هو مستشفى الشفاء، الشفاء الطبي او مجمع الشفاء الطبي. المستشفى الشفاء الطبي فيه 800 وهو كل بيتحمل له 50. يعني العدد كثير جدا والاصابات خطيره جدا، وللاسف يعني الاصابات اللي بتصيرنا اخي يعني غير مسبوقه وما شفناهاش من قبل. يعني اول ما شفنا الاصابات هذه من قبل يعني احنا صرنا نستخدم الاطباء صاروا يستخدموا نظام المفاضله. يعني نظام المفاضله يعني بيجي لك اثنين او ثلاثه جرحى بيكونوا الثلاثه بدهم عمليات. احنا بنشوف من الاخطر فالاخطر فاخطر. يعني صدقني اخي العزيز، صدقني اخي العزيز وانا بحكي الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه، انه في خمس مرضى اليوم ماتوا استشهدوا وهم يتبعوا عمليتهم. يعني كم عمليات عشان يطيبوا هم بيستنوا الدور على العمليات. يعني الوضع اكثر من كارثي، ولا نستطيع ان نقول انهار بشكل كبير جدا. انهار